خلونا نبدأ بتيموثي إيهاب. تيموثي، انقل لينا الأجواء والاحتفالات عندك، اتفضل. صباح الخير عليك يا يارا، صباح الخير عليك يا رامي، وكل سنة وانتم طيبين، كل سنة وكل مشاهدينا وكل مصر بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. بنتكلم في تاني أيام عيد الفطر المبارك اللي بدأ امبارح زي ما ذكرت يا يارا بصلاة العيد، ومن بعدها المتنزهات ومنها ممشى أهل مصر بدأ عليها توافد الناس علشان يحتفلوا بهذه المناسبة الجميلة اللي بننتظرها من السنة للسنة. بنتكلم عن توافد كبير حصل امبارح على ممشى أهل مصر، والتوافد بدأ من بعد يعني ساعات الظهيرة، بدأت الأعداد تزيد. طبعا مفهوم أول يوم العيد، الناس بعد الصلاة بتتجه إلى المنازل، بيقضوا أوقات عائلية، بيرتاحوا لأنهم بيبقى في سهرة طبعا يعني علشان صلاة العيد، فبيرتاحوا بعدين بيقضوا أوقات أسرية، وبعدين من بعدها بدأ التوافد يزيد على ممشى أهل مصر، علما بأن التوافد كان بداية من فتح أبوابه في 9 صباحا امبارح كان في توافد موجود، ولكن كان التوافد من بعد كده من بعد الظهيرة ازداد شيئا فشيئا لغاية لبعد منتصف الليل بساعات كان التوافد مستمر، والاحتفالات والتجمعات موجودة في ممشى أهل مصر اللي بيقدم تجربة مختلفة زي يمكن ما أشرنا امبارح، تجربة مختلفة للي بيزوروا علشان بيجد نزهة قريبة جدا من سطح النيل، وكذلك نزهة متطورة لأن موجود في كل التسهيلات اللي ممكن المواطن أو المتنزه يحتاجها في نزهته من مطاعم وأعداد ومقاهي بتقدم كل المشروبات والمأكولات والوجبات الخفيفة، وكذلك أماكن صالحة لالتقاط الصور التذكارية في قطع فنية، في تكوينات بتكون جميلة جدا في الصور، فكل دي مقومات بتخلي ممشى أهل مصر اللي حرست الدولة. نعم، احنا عارفين ان انت طبعا كنت معانا من هناك امبارح فشفت الصورة امبارح، والنهاردة عايزين نسألك الأطفال وبهجة العيد عند الأطفال طبعا بتكون مختلفة، ايه الألعاب اللي بيلعبوها، ازاي بيقضوا وقتهم في ممشى أهل مصر غير طبعا ان الأسرة كلها بتتبسط فيه؟ هو الحقيقة ممشى أهل مصر بيمتاز بالمساحات، لأن هو يعني بيمتد على مساحة على مسافة طويلة، ففي مساحات بتكون مدروسة جدا للأعداد واللاندسكيب زي ما بيسموها، في فبتكون الأماكن مصممة لألعاب الأطفال، الأطفال بيقدروا أنهم يلاقوا مساحات للجري والألعاب المختلفة بحيث أنه بيقدروا يقضوا وقت ممتع ويبقوا كمان موجودين قدام أهاليهم. الممشى كمان في نسبة عالية من التأمين ضد المخاطر، يعني في أفراد أمن منتشرين بيتعاملوا مع الناس بمنتهى الكياسة، ولكن كمان بيحافظوا على أمانهم، وبالتحديد طبعا ده بيبقى مهم جدا للأطفال اللي الحقيقة شفنا يعني ابتسامتهم وبهجتهم كبيرة جدا أمس. يعني تيموثي انا بشكرك جدا 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 معانا من ممشى اهل مصر، وبرضو خليني اضيف حاجه بسيطه جدا، الجوده في ما يقدم من خدمات مختلفه للممشى فعلا حاجه في منتهى الجمال وتشرف بجد.